كنت بس بجر شكلك. ماشي خلاص. مسعد. نعم يا ماما. هي البنت دي كانت جوه؟ جوه فين يا ماما؟ دي واقفه في البلكونه عندهم. وانت بقى يا حبيبي كنت واقف بتتكلم معاها؟ انا مالي ومالها يا ماما؟ انا ماليش دعوه بيها، انا كنت داخل البلكونه، حضرتك ندهتي عليا خرجت على طول. ايوه كده يا حبيبي، ريحت قلبي. امتى بقى تسمع كلامي وتختار واحده من بنات طنطك تفيده؟ هو لازم يعني يا ماما ولاد طنط تفيده؟ هو احنا اللي هنقوله ونعيده؟ طب انا هقول لحضرتك حاجه، احنا نأجل الموضوع شويه. نأجله ليه؟ ايه المانع؟ يا ماما اصل انا عندي مذاكره، وكل ما بفكر في الموضوع ده ما بعرفش اذاكر، بيجي لي حاله غريبه. ما هي الحاله الغريبه دي بتيجي من عدم الاستقرار. صدق امك، عارف انت لو اخترت بنت من بناتها خلاص نفسيتك هتبقى حاجه تانية. اسالني انا اضرب الحاجات. ما هو انت برضه خبرتك بالحاجات دي قليله يا سعيد، ما عندكش خبره منير سالم مثلا. هو انا وداني في داهيه الا خبره منير سالم؟ قصدك ايه؟ شوف انا كنت بفتكر اللي كان بيقوله لنا زمان واطبقه لحد ما قلبت على دماغي. انا قايم رايح له. استنى بس، لازم اقول له انه هجاص. تعالى معايا نروح له. لا لا لا، النهارده ما ينفعش طبعا. ليه ما ينفعش؟ انا مستني مديحه عشان هروح عيد ميلاد ابن اختها، ما تيجي معانا. شوف انا اقول له ايه هو يقول لي ايه. سلام عليكم. استنى بس، ما تقعد معايا شويه يا اخي. محسن انت مش عارف انا متغاظ ومفروس قد ايه من الست دي. يا اخي دي كلها حاجات بسيطه، انت لسه شفت حاجه من مقالب الستات؟ وهو انا لازم اشوف؟ طبعا، وعلى راي المثل اللي ينزل البحر يستحمل الموج. انا رايح لمنير سالم عشان يدفع لي الفلوس اللي انا غرمتها. ومنير سالم ذنبه ايه بس؟ هو مين ده اللي ذنبه ايه؟ اهلا اهلا يا مديحه. ايوه كده ابتدينا نشوفك، بس مش ناقص غير ان انت تجيب نهت معاك. انت واقف ليه؟ ما تقعد. معلش عندي مشوار مهم ولازم انزل يعني. طيب ما قدمتلوش حاجة يا محسن ولا ايه؟ هو انا لحقت ده لسه جاي. لسه جاي؟ امال ماشي ليه؟ اصلا انا كنت جاي لمحسن عشان الكريدت كارت بتاعي ضاع، عشان يقول لي اعمل ايه يعني. ما تبقوا تشرفونا، نستناك يوم الخميس على العشاء. طب ما تخليها غدا، ولا انت تعقدت من الغدا خلاص؟ السلام عليكم. مع السلامة يا سعيد. الحكايه يا محسن، غدا ايه ده اللي بتتكلموا عليه؟ لا ابدا، اصل سعيد عامل رجيم. رجيم؟ انا فين يا بيه؟ استاذ منير فوق. استاذ منير مين؟ منير سالم. استاذ منير سالم عازل لديله يجي 5 سنين واكتر. عازل ليه؟ والله علم علمك يا بيه. طب وما تعرفش عازل راح فين؟ هو اداني ورقه فيها العنوان الجديد، انما فين مش فاكر. حاول تفتكر. بقول لك يا سعيد، ما تعرفش حد في ضريبه التركات؟ هم مش بيقولوا لغوا ضريبه التركات دي؟ والله ما انا عارفه، بيبعتوا لي جوابات كتير قوي مش فاهمه فيه اي حاجه. طيب ابعتي لي الجوابات دي اشوفها ان شاء الله. سلام. مع السلامه. بقول لك ايه، مش عايزه قله ادب وطوله لسان. مسعد يا مسعد. اهلا. ازيك يا ماما؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير. يلا اركب معانا. لا معلش انا بقول لك ايه، لو ما ركبتش هزعل. مالكوا يا ولاد ساكتين ليه؟ وانت يا غاده ساكته ليه مع ان لسانك زي البربنت؟ انا خايفه اتكلم لحسن حضرتك تقولي اني بقول كلام غلط. وانت يعني ما ينفعش تتكلمي من غير ما تغلطي؟ عايزه تقولي يا حبيبتي؟ انا عايزه اقول اني زعلانه قوي من الباشمهندس. مني انا؟ ليه؟ ايه؟ اوام نسيت اللي عملته امبارح؟ تصوري يا ماما، كان واقف امبارح معايا في البلكونه، واول ما سمع صوت مامته دخل من غير ما حتى يعتذر. يمكن كانت عايزاه في حاجه مهمه. طب يقولي عن اذنك.
انا قلت لك عن اذنك. لا ما قلتش. انت الظاهر من النوع اللي بتخاف قوي من مامتك. بص يا طنط بتتكلم معايا ازاي؟ معلش يا موسى. ممكن حضرتك تقفي لو سمحتي؟ ليه في ايه يا موسى؟ انا عايز انزل. ايه التحقيق اللي انت عامله ده يا رؤوف؟ ايه ماله؟ في ايه مع الدوري؟ الله ده تحقيق قانوني مقبول يعني؟ بقى بدل ما تطلعه هو الغلطان تطلعه هو اللي والله عاد. والله انتوا طلبتوا مني اعمل تحقيق مع الاستاذ سعيد ابو السعد وعملته. اخذت اقوال واقوال سيادتك ولقيت موقفه سليم ونفى كل الاتهامات. ايوه بس كان في شهود تانية موجوده، ليه ما خدتش اقوالها؟ ما هو محضر التحقيق كان مرفق بيه اقوال الشهود بس يظهر سيادتك ما اخدتش بيه. الوحيد اللي قايل كلامك الاستاذ مرتضى، لكن الاستاذ فتحي والاستاذ سمير كان رايهم في صالح الاستاذ سعيد. طيب انا هرفع الامر للسيد رئيس مجلس الاداره عشان يعرف ان مدير الشؤون القانونيه راجل اللي عنده لا ذمه ولا ضمير. مفضل انا ما اسمحلكش انك تغلط فيا. تسمح لي ولا ما تسمحليش مش مهم عندي. انا بقى عارف ايه المهم عندك. المهم عندك انك تعمل اللي انت عايزه من غير ما اي موظف هنا يعترض ولو بكلمه واحده. المهم ان مدير الشؤون القانونيه يبقى شخشيخه في ايدك، يتهم اللي انت عايز تتهمه ويبرع اللي انت عايز تبرعه. المهم ان ابقى منافق زي شله المنتفعين اللي حواليك. طيب انا هرفع الامر للسيد رئيس مجلس الاداره. وترفعه له ليه؟ ما رئيس مجلس الاداره خلاص بقى شخشيخه في ايدكم، بقى ما عندوش شخصيه. المهم عنده انه يفضل رئيس الشركه حتى لو غرقت او راحت في 60 داهيه. انت قد الكلام ده ومش قده ليه؟ اللي بقوله ده مش هو الحقيقه. اسمع اسمع انا بقول لك يا معدوي بيه، انا دخلت الشركه دي وانا انسان شريف وضمير مستريح، واخرج منها برضه وانا انسان شريف وضمير مستريح. وطز طز في اي حاجه بعد كده. تعال يا فندم هنا تعال. هو ايه الحكايه دي وكل واحد يقول له طز طز طز؟ ايوه يا ماما. ماما بصي هشحن واكلمك. رايح فين يا فاضل؟ هجيب كارت واجي بسرعة. مساء الخير، عايز كارت الو ل 100 جنيه. حاضر اتفضل. شكرا. لا مؤاخذه سعيد بيه، مدير الشؤون القانونيه طالب حضرتك فورا. طب روح. حاضر يا فندم. استني يا مصلح عايزك تودي ورق. حاضر يا فندم. قول يا مصلح. ايوه يا فندم. هو الاستاذ رؤوف عند المعدوي بيه؟ ايوه المعدوي بيه طلبه من شويه. طب روح اعمل لي قهوه بسرعه. عينيا. وريني بقى يا سعيد هتعمل. ايه ده بس يا معداوي، خلينا ندرس الموقف. الموقف زي ما قلت لسيادتك في منتهى الخطورة. أنا خايف الزمام يفلت من إيدينا. ده البجاحة وصلت إنهم يقولوا لي طز، وهو وسعيد لما قولي إن ما عادش بيهموهم حد، لا رئيس مجلس إدارة ولا غيره. ده تمرد واضح يا فندم. هو اللي اسمه رؤوف ده هيمشي امتى؟ اخر الشهر ده يا فندم. طب انا عايزك تشوف لي حد يمسك مدير عام الشؤون القانونيه بداله، بس المره دي تختار. هو احنا كنا اخترنا رؤوف يا فندم، احنا جينا الشركه لقيناه هو موجود فيها. وعايزك كمان انت وسامي ابو طبيخ مدير الشؤون الاداريه تعملوا لي حركه تنقلات بين موظفين الشركه بحيث تصفوا العناصر اللي انت شايف كده ان ولائها ضعف وتجيبوا الناس بتوعنا. طيب والتحقيق اللي عمله رؤوف؟ مش عارف تعمل ايه في التحقيق اللي عمله رؤوف يا معداوي؟ تبله وتخليه هو يشرب ميته. بعدين لما جينا مدير الشؤون القانونيه الجديد يعمل لنا التحقيق القانوني المظبوط. يا سلام يا سلام، اهي دي الحكم
يا سلام يا فندم، ده احنا من غيرك لا نعرف لا نروح ولا نيجي. احنا بنتعلم من حكمتك يا فندم. بالمناسبة انا اخترت لك موظف من العلاقات العامة علشان يقعد مع سيادتك وينصح سيادتك تقول ايه في الاحاديث الصحفية والتلفزيونية. بتقول ايه يا معداوي؟ خد يا سعيد، احتفظ بصورة التحقيق ده معاك والتقرير اللي انا كتبته، وهو على الاوراق دي تضيع منك. ايه في ايه يا رؤوف؟ في احتمال كبير قوي انهم يقطعوا المحضر والتقرير اللي انا كتبته، ولما يجيبوا واحد مكاني اكيد هيختار واحد من تبعهم هيعمل تحقيق معاك ويفصلوك من الشركه. ساعتها بقى تطلع على النيابه الاداريه وتقدم لهم الاوراق دي وتطلب شهادتي وشهاده سمير وفتحي. الناس دي ايه؟ عصابه؟ مش انا قلت لك احنا بنشتغل مع عصابه؟ انا لو منك انفد بجلدي. عارف انت لو جيت دلوقتي وطلبت انك تسيبها لهم مخدره وتمشي هيفرحوا قوي ويسووا حالتك وبزياده كمان. المهم انهم ما يشوفوش خلقتك هنا. لا انا قاعد على قلبهم اللي طالبوني. الشركه دي شركتي زي ما هي شركتهم، بس انا مش عايز الهم منها حاجه، بالعكس انا عايزها تبقى احسن شركه. اسأل على عنوان. عنوان؟ طب وبعدين يا سامي؟ احنا لسه فاتحين جديد، وبعدين الموضوع بياخد وقت، وما تنسيش كمان ان في ورشتين تانيين فاتحين قريب مننا بيشتغلوا من زمان. طب يا سامي معلش بقى انا مضطر امشي دلوقتي، هدخل اغير هدوم. على فين؟ ماما يا سيدي مصره تعزمنا عند ناس قرايبنا النهارده. ايه بقى، مشروع جواز يعني؟ يعني ايه يعني؟ اه مشروع جواز، بس اطمن يا اخويا مش عشان ده، عشان موصل اخويا. باي. طب يا ست نتفق الاول بس، مين اللي هيفتح الورشه بكره، انا ولا انت؟ استاذ منير سالم لو سمحت، ما جاش النهارده؟ طب ممكن اخد نمره الموبايل بتاعه؟ طب نمره البيت؟ احنا اصحاب من زمان بس بقالنا مده ما تقابلناش. طب خلاص خلاص انا هروح له البيت. مع السلامه. اسمحي لي اقول لك ان التسريحه الجديده جنان اجمل من القديمه بكتير. بس انا ما خدتش رايك. طب دي رايي بصفتي ايه؟ اديك قلتها. لكن من حقي اعبر عن اعجابي، كل واحد حر في رايه، بشرط ان رايه ده ما يبقاش اعتداء على حريه الاخرين. يعني انا من حقي اقول لك انك جميله، لكن مش من حقي اقول لك لازم تتغدي معايا وازعل لو رفضتي. استاذ سعيد مش قلنا نبطل الكلام ده؟ هنا مكان شغل. تعرفي ان انا معجب بيكي اكتر وانت جد؟ يعني ما كنتيش عجباني لما كنت، ولا بلاش لا تزعلي. لا ده انت زودتها قوي. طب ممكن اسالك سؤال؟ لو انا رجعت زي زمان كده البس البدله والكرافته واسيب شعري على لونه وابقى دم تقيل ورزل في معامله الجنس اللطيف، كنت هتقولي لي ده ما كانش شغل؟ بس برضو التسريحه الجديده جميله. قفل الموبايل. ممكن لسه جوه المحاضره. استغفر الله العظيم يا رب. يا ماما يا حبيبتي حضرتك ليه مش قادره تفهمي ان مفيش ولا واحده من الكوبي بالثلاثه عاجباه؟ انا مش ناقصاكي يعني؟ يبقى كويس لما واحده بايصه تضحك عليه ويجي يقول لي بحبها وهتجوزها. بحبها يعني يا ماما؟ لازم اللي يحبها ويتجوزها دي تكون مايصه. ده حتى مصعد جد خالص وملوش في البنات المايصه دي. ما هو الجد خالص ده ما يقعش غير في واحده مايصه ومش متربيه كويس. ايه ده بقى يا ماما؟ ما هو فضل جد، يبقى انا بنت ميسه ومش متربيه كويس؟ انا يا بنتي مش مربياكي كويس؟
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ منير سالم ساكن في العماره دي؟ ايوه شقه 6. وهو موجود؟ ايوه موجود بقاله كذا يوم ما خرجش. ليه خير؟ تعبان ولا ايه؟ ما اعرفش. سعاده البيت. متشكر قوي. شكرا لله. سعاده البيت. ايه في ايه يا منير؟ خلصت يا سبعين خدمة؟ يخرب عقلك يا منير، انت مش عارفني؟ انا سعيد مسعد ابو السعد. سعيد؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ نيو لوك. ايه رايك؟ وانت ايه، بهدله لوك؟ تعال 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 يا سعيد. خش اقعد 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 يا سعيد. اقعد انت، انت مش قادر تصلب طولك. ايه مالك يا منير؟ انت ايه اللي فكرك بيا دلوقتي؟ لا انت الاول عرفت ان صادق صاحبنا تعيش انت؟ بقية في حياتك. حياتك الباقيه الشله كلها كانت منتظره تشوفك في العزاء. ولا كنت اعرف. ما انت عزلت وما عرفناش نتصل بيك. طبعا ما حدش يفتكرني الا ما واحد مننا يموت. لا انا افتكرتك في مناسبه تانية. شوف بقى يا منير، انا افتكرت نصايحك ليا، ونصايحك دي غرمتني كتير، خلت واحدة ضحكت عليا، وأنا جاي لك دلوقتي آخد الفلوس اللي غرمتها. والله أنت رايق يا سعيد. لكن أنت مالك ومال الستات؟ أنت من ساعة ما اتجوزت وأنت مستقيم. لا، من ساعة ما اتجوزت إيه؟ ده أنت حتى من زمان قوي وأنت يا دوبك بتحب من بعيد لبعيد. لا، أنا دلوقتي عاجبك قوي. إيه قاعد لوحدك ليه؟ مفيش ستات زي عوايدك يعني. أوه. إيه مالك يا منير؟ في حد مات؟ اللي انا اعرفه ان ما عندكش حد تزعل عليه. ده كان زمان، لكن دلوقتي. يا منير، مين اللي مات؟ انا ما جبتش سيره الموت يا اخي. الله، امال بتعيط ليه؟ مراتي يا سعيد. ايه، انت اتجوزت؟ ايوه سعيد. يخرب بيتك يا منير، اتجوزت امتى؟ احنا كنا فاكرين انك هتفضل مضرب عن الجواز، وكنا بنفكر نيجي نسهر عندك يوم في الاسبوع. اه شوف بقى انا في ايه وانتوا في ايه. طبعا انتوا متجوزين ومتهنين. انا مش فاهم دلوقتي انت بتعيط ليه. طلقتها سعيد. هي مين؟ هطلق مين يعني سعيد؟ مراتي يا اخي، مراتي. يعني انت اتجوزت وطلقت؟ ايوه سعيد. الله يخرب بيتك يا منير. طب ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله اللي طلقتها 3 مرات. برافو عليك يا منير، غيرك مش طاير مره. بس انا بحبها يا سعيد، بحبها. كده هتزعلني منك بقى. انت اصلك ما تعرفهاش، ما تعرفهاش. انت فاكر انا عرفت ستات قد ايه؟ طبعا عارف. امال انا جاي لك ليه؟ هي فضة دي بقى اخترتها من وسط 1000 واحدة. الوحيدة اللي دخلت قلبي وحبيتها يا سعيد. طب يا منير، ما دام بتحبها للدرجه دي، ايه اللي خلاك تطلقها 3 مرات؟ الغيره يا سعيد، ما تتصورش بغير عليها قد ايه. انا هتكلم، مش عارف انام، مش عارف اعمل ايه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايزها ترجع لي يا سعيد. ترجع لك ازاي يا منير؟ كده ما تجوزلكش الا بمحلل. ما هو ده اللي هيجنني، مش قادر اتخيل ان واحد تاني يلمسها ويتجوزها. بس ده شرع ربنا، عشان كل راجل يفكر 1000 مرة قبل ما يطلق مراته. طب افرض، افرض ان جبت المحلل ده واتجوزها وبعد كده رفض يطلقها، يبقى ايه العمل؟ ايه ده بس يا منير؟ تأكد هيجي يوم وتنساها؟ لا، دي مش ممكن انساها، دي مش هنساها ابدا، مش هقدر انساها، ومش قادر احس انها هتبعد عني يا سعيد. طب وهي فين دلوقتي؟ قاعدة عند عمتها. عمتها؟ ايه في ايه؟ اصل الست اللي ضحكت عليا قاعدة برضو عند عمتها. الله يخرب بيتك يا سعيد. انت فين يا حبيبي؟ ما تتأخرش بقى، دي طنطك تفيدة كل شوية عمالة تتصل تقولي ما جيتوش ليه؟ والنبي الله يخليك. طيب يا حبيبي، مع السلامة. ألو؟ أيوة يا تفيدة، جايين والله جايين، مسافة السكة. طبعا مسعد جاي، أمال إيه؟ طيب يا حبيبتي، مش هنتأخر يا تفيدة والله. طيب مع السلامة. أبا أقولك، هو أنت يا تفيدة ما فكرتيش تتجوزي؟ بتتكلمي بجد يا نهد؟ قدامك عريس؟
ليه انا؟ انا اعرفه؟ خص عليكي. طب قولي لي هو مين؟ مش وقته يا تفيد. طب لما اجيلك. انت مالك مسروعه كده ليه؟ لا حول الله يا ربي، يا ريت ما قلتلك. واحد ما تعرفيهوش خالص. خلاص بقى سيبيني اخش البس. بلاش اجي. طيب يا حبيبتي، يلا مع السلامه. باي باي يا نهد. بس انا عندي امل ان شاء الله ان ربنا هيبعت لكم عرسان ونتجوز كلنا في ليله واحده باكج. ايش يا ابو منير؟ مش عايز يا اخي، مش عايز. شفت اهو كلامك خلاني ظلمتها. فطنة عدتها لسه خالصه من كام يوم، لكن الست اللي انت قابلتها دي مطلقه من سنه واكتر. انا اسف يا منير. اسف بعد ايه يا اخي؟ بعد ايه؟ بعد ما خليت الفار يلعب في عبي؟ ده انا كان هين عليا انزل دلوقتي واروح اقتلها. للدرجه دي بتخلي عليها؟ اكتر يا سعيد واكتر. حبها ناس بيجري في دمي. طب وهتعمل ايه دلوقتي يعني؟ هتفضل قاعد كده سايب شغلك وسايب دقنك؟ مفيش قدام الا حل واحد. ايه هو؟ ادور على واحد اثق فيه يتجوزها وبعدين يطلقها. استغفر الله العظيم. ايوه بس على فرض وجود الواحد ده لازم تكون يعني تثق فيه قوي، لان الوصف اللي بتقول على مراتك ممكن يتجوزها ويرفض يطلقها. وخلي بالك لازم يعاشرها قبل ما يطلقها، الشرع بيقول كده. وهانت عليك تقولها في وشي يا سعيد، ما هو ده اللي هيجنني. منير لقيت الحل. ايه هو سعيد نايمني عليه؟ لو المحلل طلع ندل يعني ورفض يطلق مراتك ترفع قضيه خلع. انت بتقول ايه بس يا اخي؟ بتقول ايه؟ عايز لسه استنى لما ترفع قضيه واقعد سنه ولا اتنين على المحكمه ما تحكم لها؟ طب وايه العمل دلوقتي؟ مش عارف، مش عارف يا سعيد. تاهت الإناء يا سعيد، تاهت الإناء. هي ايه؟ أنا لقيت الشخص اللي أقدر أثق فيه. مين؟ أنت يا سعيد. الله يخرب بيتك يا منير. لا أنت هتعمل لي خدمة العمر ومش هنساها لك أبدا. لا لا يا منير، لا لا مستحيل، مش ممكن. مش ممكن ليه بس؟ لأسباب كتير، أولها إن أنا متجوز. ما هو أنا اخترتك علشان أنت متجوز وعينيك مليانة، مستحيل طبعا هتطمع في مرات صاحبك. وأنا فعلا متجوز دلوقتي بس عيني ما بقتش مليانة. لا يا راجل ما تقولش عن نفسك كده، لا ده انت كلك اخلاق. انا لو اخترت اخ ليا سعيد مش هلاقي احسن منك. ايه اللي بتقوله ده يا منير؟ اول مره اشوفك بعد 5 سنين تجوزني مراتك. بقول لك ايه، انت وقعتني من السما ومش هضيع الفرصه دي من ايدي ابدا. منير انت عارف ان انا متجوز وعندي عيال ومش ناقص مشاكل، هشوف لك حد غيري. افهمني بس، انا ما اقدرش اثق في حد غيرك يا سعيد. حرام عليك، حرام عليك العذاب اللي انا فيه. ما فين الاخوه والصداقه يا اخي؟ انت عارف انا عايزك قد ايه، بس اقول لمراتي ايه؟ مراتك يا سيدي مش هتعرف، مش هتعرف. دول كلهم يومين ثلاثة بالكتير. يومين ثلاثة؟ أنتوا مش قلتوا إنه جواز وطلاق على طول؟ لا، ما هو لازم برضه تعاشرها زي ما قلت، الشرع بيقول كده. الله يخرب بيتك يا منير. أنا عارف، عارف إن حظي سيء. فوتنا خلاص راحت مني. ما أنت عندك أصحاب كتير، إشمعنى اخترتني أنا؟ ما أنا قلت لك يا أخي إنها مسألة ثقة، مسألة ثقة مش أكتر. أنا عايش ليه يا ربي؟ أنا عايش ليه؟ انا هموت نفسي بقى وانت على اوعى تموت يا مجنون. انت هموت نفسي. تعالى سيبني يا سعيد بقى، سيبني. ايه انت اتجننت؟ انا هموت نفسي. ايه اللي بتعمله ده؟ الله، افرض ان انا ما كنتش النهارده كنت هتعمل ايه؟ ما انا كنت قاعد افكر هموت نفسي ازاي. انا شايف ان مفيش ست في الدنيا تستحق اللي انت بتعمله ده. الا مراتي، الا فوتنا. سيبني يا سعيد، سيبني سيبني، سيبوني بقى. منير اهدى 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 واقعد، خلينا نفكر بهدوء. طب العذاب بقى مش صدع كده ليه؟ احنا جايين نفتح. استنى بس يا
ليه مالك بتزعق كده ليه؟ بس كانت مامتك قلقانة عليك وتقول ان انت مش جاي. هي ماما فين؟ في اوضتها بتلبس. طب اجري قول لها مسعد تعبان قوي. يا سبتي مالك بعد الشهر؟ ادي هتحاي معايا اجري قول لها تعبان وخلاص. يا مسعد تعبان يا ست هاني. ايه؟ مسعد؟ مالك يا مسعد؟ مش قادر. مالك؟ تعبان. زود العيال شويه يا اخي عشان يبان انك عيان بجد. هي ايه الحكايه ما تفهموش؟ عايز يخلص من الكوبا بالتلات. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك يا مسعد. مالك يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ تعبان قوي يا ماما تعبان. عندك ايه يا حبيبي؟ نفخه بيوجعه. نفخه انت كمان مش شايفاني ماسك بطني. مالك يا حبيبي؟ مالها بطك؟ انت اكلت حاجه بره؟ لا والله يا ماما ما اكلت حاجه. هموت يا ماما. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. اضربيه دكتور. معلش نمرته يا ماما. يا بنتي النقطه جنب التليفون فيها كل النام. حاضر. قول عليك يا حبيبي. قول انا اسعاف يا ست هان. انت هتفولي في وشه اسعاف لما تشيلك. ادوا له شربه ولا اعملوا لي حقنه عشان اجي اقوم زي الفل ويبقى حالي العاد. غوري من وشي دلوقتي. اجري اعمل له حاجه سخنه. اجري. الو. ايوه طنط فيدا. حاضر ثانيه واحده. ماما طنط فيدا عايزه حضرتك. اموت يا ماما. بسم الله عليك يا حبيبي. ان شاء الله انا. الامر لله. بس ارجوك ارجوك يا منير الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. مش عايز حد يعرف بيه يعني. وانا يعني غاوي افضح نفسي قدام الناس. انا هدخل بقى احلى اداني واغير هدومي. ايه مستعجل قوي على ايه؟ مش قادر ابعد عنها اكتر من كده. وجميلك ده يا سعيد مش هنساه طول عمري. والمصيبه اللي انت موقعني فيها دي مش هنساها لك يا منير طول عمري. تحب تشرب حاجه؟ انا بقول نتغدى قبل ما نروح يعني. ما احنا هنتغدى هناك. منير نعم. مراتك صغيره ولا كبيره؟ يا دفيده ما انا كنت لابسه وجايه والله. طب دفيده والنبي الله يخليكي انا عاوزه اقفل. طيب مع السلامة. مع السلامة. قوم ادخل جوه حبيبي. يلا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلب الدكتور حولي معاه تاني. يلا حبيبي. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك. سلامتك. محدش بيرد يا ماما. يا مبروكة. خلي عوضين يجيب دكتور. وانتي بيشوفي فاضل كلميني. حاضر يا ماما. الموضوع مش هزيد عن 3 ايام. لا ما تخافش هو مش اكتر من 3 ايام. اصل اليوم الاولاني ضايع. اول يوم يعني انت هتبقى هايل الموقف وهي هتبقى مكسوفه شويه. تاني يوم بقى يعني هتاخدوا على بعض شويه. واليوم التالت انت فاهم؟ بس يكون في معلومه انا مش هبات عندها. لازم انام في البيت مع مراتي واولادي. كده احسن كتير. ما تقلقش. انا هظبط لك كل حاجه وهريحك على الاخر. يلا سعيد. لا من هنا سعيد من هنا. ماما كلمت فضل وقال لي هجيب دكتور حالا. ليه بس كده يا أنيسة؟ ما انا لازم اطمن عليك. يا ماما كلمي طنط فيدا على التليفون. عايزه ايه بس هو ده وقته؟ ما انا قلت لك. اصلها يا عيني ما عرفت ان مسعد تعبان قالت بقى اما اجي ازور انا والكوبا بالثلاثه. خلاص. تعبان يا ماما مش قادر اشوف حد. طيب خلاص خلاص يا دي الحظ. ما كنا لابسين ورايحين. ها ماما بقى مش هترد على طنطه فيده؟ مش هقدر اشوف حد يا ماما تعبان. طيب نفترض لقيتها مصره تيجي اعمل انا ايه دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك يا ماما. خلاص بقى خلصنا. يا ساتر ما فيش وراك غير تعب القلب. ايه اللي خلاك تكلمي فضل يجيب دكتور؟ ماما هي اللي قالت لي. طب اتفضلي بقى كلميه خليه يكنسل الموضوع ده. سيبك انت انا بقى كلمت لك دكتور انما ايه هو اللي يعرف يخرجك من الموضوع ده. انت رايح يا اخوانا انت فاكرني تعبان بجد ولا ايه؟ ما تخافش يا عبيط ما هو الدكتور اللي جاي ده عارف كل حاجه. طب الحقي بقى كلمي فضل قولي له ما يجيش. احسن. كان لازم يعني ترمي عليها يمين الطلاق غصب عني يا سعيد. اتنرفزت والدم غلي في نافوخي ودماغي حجرت. يا جدع على دماغ انا. قول لي هي عملت ايه؟ رفضت تقفل الشباك. شباك ايه؟ شباك الريسبشن يا سعيد. في واد غلس في الباكونه اللي قصادنا بيقف لابس الشورت والفانيلا ويقعد يستعرض في عضلاته. قلت لها اقفلي الشباك ده تقول لي الدنيا حر. يا بنتي اقفلي الشباك ده تقول لي الدنيا حر. رحت رامي عليها من الطلاق. فالح. اصلك ما تعرفش الغيره يا سعيد دي نار قايده. والنار دي هتفضل قايده بعد ما ترجع لك ولا هتقدر تطفيها؟ لا هطفيها يا سعيد هطفيها على الاخر. وهتعمل ايه بقى في طرزان اللي قدامكم؟ هقابل ابوه احاول اقنعه يمنع ابنه يقف عيان كده في البلكونه. طب نفرض ابوه قال لك انا ابني حر وشقتنا قبلي
يبقى مفيش قدامي غير حل واحد يا سعيد. تدور على شقه ثانيه وتعزل. لا اقتله هو وابنه. لا ده انت اتجننت بجد. انا هلف ارجعك البيت واسيبك. لا لا يا سعيد ابوس ايدك، انا هعمل اللي انت عايزه. اتفضل يا دكتور. يا رب تجيب العواد سليمه يا رب. يا رب. جبت السماعات معاك؟ اه دكتور معاك. وجهاز الضغط؟ وجهاز الضغط جبته برضه. وما الناس بتاع السكر؟ جبت كل حاجه يا عم. اوعى تكون نسيت حاجه. ايه؟ افتح المبروكة. طب يا عواد خير؟ الست دكتور وصل. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. رايح فين؟ اساعده. يا عم اتكل على الله. ربنا يستر يا رب. الولد كان صاخ سليم. ايه اللي كسره؟ حاجه غريبه والله. انا استهان. هو ايه اللي كسره ده؟ مين فيه ايه؟ اسم مسعد. مسعد مال؟ الدكتور عنده هيكشف عليه. انت كان لسه معانا كويس. انت عارف يا استهان ان البني ادم مننا نفس طالع ونفس نازل، نهيج وزفير. ما عرفتش عنده ايه يا عم عوضين؟ لو سمحتم مش عاوز حد في الاوضه. يلا يلا يا بنات يلا اطلعوا بره اقفلوا الباب وراكم يلا. وحضرتك انت كمان. انا مامته. معلش بقول لحضرتك انا مامته. وبعدين بقى يعني امشي انا حضرتك؟ لا انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه يا دكتور. انا مامته. لما بيبقى عيان انا ساعات بحميه. مامته. طب معلش حضرتك انا خمس دقايق وهنادي على حضرتك. انا احب اكون انا والمريض لوحدينا. اتفضل حضرتك دلوقتي. اتفضل. قولي بقى يا سيدي نبدا بمفتاح كام؟ ده مش دكتور ده سامي. سامي مين؟ مش عارفه سامي مين. سامي زميلي في الكليه. زميلك وبس. وبعدين معاكي بقى يا قمر. لا لا اتكسفي اتكسفي ما انت وشك كسوف قوي. ازاي تعملي العمله المهببه دي؟ ازاي تعملي دكتور؟ اسكتي خالص اخرسي حتى ماما جايه. انا مش فاهمه انت الدكتور اللي جوه ده جبتوه منين؟ ليه يا ماما؟ ده شكله ميكانيكي خالص. ساكنين بعيد قوي. عرفتها ازاي دي؟ مش انا قلت لك ما عرفتهاش بالسهل؟ ده انا منقيها ومختارها من وسط الف واحده. يلا يا سعد يلا. ازيك يا الهام؟ اهلا وسهلا. اتفضل. هي دي؟ دي؟ أصلك ما شفتش. بعدين سمعني بقول لها إلهام أنا مرات اسمها فتنة ودي بنت عمتها. وإلهام دي متجوزة؟ آه بس جوزها مش شايف في الخليج. بس الشقة بتاعتهم حلوة بجد. قلت لي مراتك اسمها إيه؟ بص بقى يا سيدي الخدمة اللي أنا عاوزك تعملها لي إنك تكلم كل أصحابك اللي عندهم عربيات عن الورشة بتاعتي. وكل ما تركب تاكسي تقعد تكلم السواق عن الورشه وانها ورشه 100 100 وانك صلحت عربيتك فيها. بس انا ما عنديش عربيه. مش ضروري يا اخي مش ضروري. المهم بس انك تعمل اللي كان عندك عربيه وانك رحت بيها لكل ميكانيكيه البلد وما حدش عرف يعمل فيها اي حاجه لحد ما عرفت طريق الورشه بتاعتي. وتقول لهم قد ايه احنا متهودين مع الزباين يعني. من الناحيه دي عايزك تطمن خالص. بس المهم دلوقتي هنقول لماما ايه؟ والدكتور اللي جوه ده بياخد كام؟ 50 جنيه يا ماما. هاتي حضرتك الفلوس انا هديها له. اصل عاملي تخفيض. وهو يعرفك منين عشان يعمل لك تخفيض؟ لا هو ما يعرفنيش. اصل ده يبقى الدكتور بتاع الكليه عندنا. اروح اجيب لك الفلوس بقى. انت هتديها لي 50 جنيه لوحدك؟ ما تزعليش هبقى فوت لك باريس. يا منير فات نص ساعة ومحدش معبرنا. إلهام يا إلهام. نعم نعم يا منير. هي مامتك فين؟ جوه. قلت لها إن إحنا موجودين؟
قلت لها. قالت لك ايه؟ بتلين دماغ فوتنا. هي مزعجنه؟ بتلينها؟ يعني ما عندوش حاجه خالص يا دكتور؟ لا طمني حضرتك ما فيش حاجه. امال ايه اللي كان عنده ده؟ تلاقيه بس شويه تلبك، يمكن اكل حاجه بره البيت ولا حاجه. بس انا ولادي ما بياكلوش حاجه بره البيت خالص. يعني مش هتكتب له على اي حاجه يا دكتور؟ لا مش محتاج. ولا حتى دواء واحد؟ ولا حتى دواء واحد ولا حتى مطهر؟ متشكرين جدا يا دكتور، تعبنا حضرتك معانا والله، مش عارفين نشكرك ازاي. لا مش اكلت ايه بقى بره البيت؟ يعني هو ده دكتور ولا غساله؟ هو مش قال انك اكلت حاجه ملوثه؟ انت مش كنت عارف ان احنا هنتغدى عند تفيده؟ اه المغص قاعد تاني. لا والله هو بيرجع لك على السيره. انا مش عارفه اقول لك ايه والله يا سامي، متشكره قوي تعبتك معايا النهارده. لا لا بالعكس يا فاطمه، دي اجمل مهمه انا قمت بيها في حياتي. يعني انت كده خليتيني اندم اني ما دخلتش كليه الطب. ايوه بس ما كنتش هتشوفني. صدقي معاكي حق. خلاص يا ستي خلينا في الهندسه احسن. قولي قفلت الورشه؟ لا انا خليت الواد الصبي هناك وفهمته لو حد جه يعطله لحد ما ارجع. كويس كده. طب متشكرين قوي يا دكتور، تعالى حضرتك معانا. مع السلامه بعدين. طب اشوفك بكره. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت بنتي واقفه مع الدكتور كل ده بتقولي ايه؟ انا والله يا ماما كنت واقفه بسال على مسعد، وبعدين قالي يا ماما قالي يا بنتي انتي بتترعشي كده ليه؟ حرام عليكي. قالك ايه؟ ما تخضنيش. مش موافقه انها ترجع لك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش عاوزاك. وانتي موافقه على الكلام ده؟ بصراحه يا منير انت تزهق اللي عمره ما زهق. البنت بتقول ان انت خانقها، هي عامله لك ايه عشان تشك فيها على طول بالشكل ده؟ انا مش بشك فيها، انا بغي عليها بس. يبقى مش مأمن لها. صح يا استاذ، هو الحقيقه يعني الغيره قريبه من الشك. ما لو كنت مسافر زي جوزي كنت عملت ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا اسافر واسيبها؟ مين قالك ان اقدر ابعد عنها ساعه واحده بس؟ ايه ده قصدك ايه؟ قصدك ان جوزي ما بيحبنيش؟ مش قصدي يا ستي، مش قصدي، لكن كل واحد وليه طبعه. طب بس ايه الوضع دلوقتي يعني؟ بصراحه انا مش عارفه، انا غلفت معاها. طيب ادخل اقول معاها كلمتين. لا ما انا قلت لها هتسال الهاب اللي طالع عليها، تقول انا مش عايزه اشوف خلقته. انا بقول نسيبها يومين ثلاثه لحد ما تهدى من ناحيتها. ولا دقيقه واحده، انا هنزل حالا اجيبها اصول خالص. الموضوع ده بقى سعيد. جرى ايه يا راجل انت؟ ما انتش مكسوف وانت بتقول الكلام ده؟ جرى لي واحد من الشارع عشان تجوزوا مراتك وتدخلوا عليها؟ لا يا هانم حضرتك غلطانه، انا مش الشارع، انا صديق منير من اكتر من 30 سنه. ولما انت صاحبه من 30 سنه جاي متشنل كده وعايز تتجوز مرات صاحبك؟ زمن ايه الاخبر ده يا ربي؟ لا يا منيره لازم امشي. استنى يا اخي استنى بس، ايه مش واقع فين يا اخي؟ انت مش سامع كلامها؟ ايه يا اخويا؟ ايه مش عاجبك كلامي؟ عايزني ازغرط لك؟ طبعا رجاله شوم ما عندهمش لا نخوه ولا حاجه. يا منيره انا لازم امشي قبل ما اغلط فيها. استنى بس يا اخي استنى، مش كده، اهدى بس يا سعيد شويه، اهدى. دي مهما كانت ست كبيره قد امك. امه؟ انت عايز تكبرني وتخليني قد امه؟ انا لو كنت خلفت واحد زيه ما كانتش تبقى خلفه شوم بالشكل ده. انت ست لسانك طويل بجد. قله الادب دي، انت جاي كمان تشتمنا في بيتنا؟ طب ويمين الله. ابوس ايدك ما تحلفيش. اهدي بس اهدي، اخليها اعتذر لك وبوس رجلك كمان. اتجننت؟ اعتذر لها وبوس رجلها على ايه؟ على انها غلطت في حقي؟ اهدى امال يا سعيد، اهدى، دي زي اختك يا اخي. اختك لو كان ليا اختك كده هتبقى مؤدبه ومحترمه، مش لسانها متبري منها زيها. انا لساني متبري مني يا راجل يا ناقص؟ على رأي المثل، إذا كان أبوك البصل وأمك التوم، هتجيب منين الريحة الطيبة يا مشؤوم؟ أنا أبويا بصل وأمي توم؟ أنت عارف أبويا كان إيه؟ طز فيك وفيه. يعني هيكون إيه يعني؟ على رأي المثل، يابا شرفني قال لما يموت اللي يعرفني. أنت بتجيب الأمثال دي منين؟ وأنت إزاي تناسب عيلة زي دي؟ حرام عليكم بقى يا جماعة، حرام حرام حرام. خلاص محدش فيكم حاسس بالعذاب اللي أنا فيه. طول عليكم كلكم مني. انا هاجم نفسي مش البتة. الحلو مش البتة، سيبني. ارجع يا منير. لا انا اخلص. اهدى بس، انزل من على الكنبة. اخلص. ايه مالك؟ مكهوش خلاص. نفسي. مية يا الهام. مية بسرعة. مش عارف عاجبك اللي بيحصل ده يا هانم؟ عاجبك؟ اتفضل يا دكتور.
اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جري روحي قولي لهم ان انا جيت ومعايا الدكتور. يلا يلا. دكتور تاني؟ ما الاولاني قال السعيد ما عندوش حاجه. ايه ده؟ هو عمي كمان تعبان؟ هو مين اللي عمه؟ يا ست انت هتبرجليني ليه؟ خش قولي لهم ان احنا جينا. يلا. بس حضرتك ما تزقش. ست غلبوية جدا يا دكتور، جدا جدا، انا اسف على التصرفات دي. تتخيل الست دي بتاخد 500 جنيه في اليوم؟ يوم ايه يا دكتور؟ هي شغاله اوتوماتيك. استهان استهان بالحس. لا انت ما تدخليش عليا الدخله دي، ما تخضش. اسف فاضلي جه وجايب دكتور معاه عشان اسمه اسعد. خد اما اقول لك، الست فاطمه كانت واقفه هي والدكتور يتودودوا، ما تقوليش عارفين بعض من زمان. ايه الثلاثه بتاعتك دي؟ يخرب بيتك. الحمد لله موضوع مسعد ده انقذنا من مروحة طنطة فيدة. انتي هتسكتي ولا اقول لها؟ اسمه ايه ده؟ اسف فاضلي على الجاي وبيقول واحد دكتور معاه. فاضلي جه فين يا مبروك؟ في الصالون. تعالي هنا. بقول لك ايه انيسه حبيبتي، ايه رايك لو نخلي فضل يعمل دكتور زي ما عمل سامي؟ رايك؟ انا يظهر عليا كده هروح اقول لماما على موضوع سامي الدكتور بتاعك ده. لا ابوس ايدك. بوسي. يلا بقى يا اخي، دي بوسه هي مصممه يعني عشان خاطري. يلا يلا بقى. معلش. خلاص يا هاني حقك عليا، ودي راسك يا بوسه. خلاص بقى خلاص يا ماما عشان خاطري. معلش ده غلبان. طب ونعمل ايه؟ البنيه مش موافقه. البركه فيك يا طنط. طنط طنط تاني يا استاذ؟ انا تقريبا مفيش بيني وبينك اكتر من سنتين سن. انا قصدي يعني اقول ان حضرتك كبيره في المقام. ايوه يا اخويا، كل بعقل حلاوة. أنا مش فاهمة، هو مدلوق كده إنه يتجوز مرات صاحبه تاني؟ لا تاني ولا تالت يا سعيد، أنا في عرضك بقى يا أخي. لو سمحتي بعد إذنك بقى، ممكن أدخل أتكلم معاها؟ ما أقدرش. تقدريش ليه؟ تدخل تتكلم معاها بصفتك إيه؟ أنت ما أنتش جوزها. ما أنت هتبقي موجودة معايا يعني. ما أنا كلمتها وحاولت معاها وهي مش موافقة وراكبة دماغها. طيب تسمحي لي بقى آخد إلهام معايا؟ جرب. حاضر. تعالي يا إلهام. اجي معاكم؟ تيجي معاهم تروح فين؟ هي وكلام من غير بواب. ايوه يا اخي، هي وكلام من غير بواب. انا زوج سابق وانا زوج قادم. شوف الراجل وبجحته، انت جايبه منين ده؟ ثالث